نلعب شطرنج. انا احب الشطرنج جدا. باسم امين واحد من ابطالنا في الشطرنج، فاز ببطولة الدوري الالماني للشطرنج. هذا يسحق كل النظريات المتعلقة بانه ان هناك شعوب اكثر تفوقا مننا. بالمناسبة باسم مش اول ابطال الشطرنج المصريين، هو واحد من كتيبة ابطال على مدار هذه، يعني على مدار السنوات الحقيقة في هذه اللعبة اللي انا بحبها جدا. باسم امين لاعب الشطرنج المصري يحدثنا من ألمانيا. أهلا بك يا باسم. مساء الفل، أهلا بيك. مساء الفل عليك ومبروك الدوري بتاع الشطرنج. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. احكي لي أنت آخر ماتش لعبته كان مع مين؟ يعني هو الدوري الألماني كان 15 ماتش السنة دي. أوكي. الفريق الحمد لله يعني يمكن شبه دوري الكوره كده، كان عندنا برضو في الشطرنج فريق زي بايرن ميونخ بقاله يعني اكتر من 11 او 12 سنه ما خسرش الدوري فيهم غير مره واحده سنه 2016. فالسنه دي الحمد لله اول مره يعني الفريق اللي انا بلعب فيه ان احنا نكسب الدوري لاول مره في تاريخ النادي بتاعي. انا لعبت 12 ماتش من ال 15 طوال الموسم يعني. الله. الحمد لله حققت 9.5 نقاط من ال 12 ومن غير ولا خساره الحمد لله. برافو. 7 انتصارات وست تعادلات. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. وخمس تعادلات سوري. الحمد لله يعني كانت نتيجه ساعدت طبعا الفريق ان هو يفوز باللقب، واحنا الفريق كسب الماتشات كلها الحمد لله. انت بتلعب شطرنج بقالك قد ايه بس؟ بقالي يعني 30 سنه تقريبا. اوبا ليه انت أنا عندك 35 سنة دلوقتي. انت شكلك 30 دلوقتي 5، يعني انت بتلعب من وانت عندك تقريبا 5 سنين. بالظبط. مين علمك شطرنج اول واحد؟ يعني والدي طبعا كان اللي علمني في البدايه يعني، وهو يعني لاحظ ان في سنه موهبه يعني، فابتدى ان هو يحاول انه ينميها. ومدربين، انا من طنطا اصلا، فابتديت الاول مع مدربين من طنطا، وبعدين لما دخلت شويه في الموضوع بقى مدربين من القاهره بقوا بيجوا لي لطنطا من القاهره، وابتديت بقى طبعا مشاركه في البطولات في انحاء الجمهوريه، وبعدين ابتدت بقى البطولات بره مصر، البطولات الخارجيه يعني واحده واحده، بطولات العرب وافريقيا والعالم. ابتدى يعني مشوار طويل الحمد لله. الحمد لله. انت اتخرجت من ايه؟ انا بكالوريوس طب بشري جامعه طنطا 2012. دكتور باسل. بس طب يا دكتور باسم والشطرنج ده حاليا متفرغ للشطرنج. كنت اقول لك الشطرنج ده اكيد يعني اصل هو لعبه صعبه جدا، انت بتاخد تدريبات الخ وبتخش بطولات، ده ما كانش بيعطلك خالص عن الكليه؟ والكليه بتاعتك صعبه يعني؟ لا ما طبعا يعني فتره الدراسه والكليه كان يعني عشان تقدر توازن، لان انا برضو خلال الدراسه كنت على طول بشارك يعني باستمرار تقدر تقول في بطولات، فطبعا كان بيبقى مجهود كبير جدا ان انت لما ترجع من السفر ان انت تعوض كل المحاضرات والحاجات اللي بتفوتك. لكن يعني الحمد لله كنت يعني هدفي ان انا عايز اقدر ان انا اوازن لغايه ما اخلص الكليه، وساعتها اقدر اقرر اشوف الدنيا واصله معايا فين في الشطرنج. فالحمد لله يعني لما خلصت الكليه بنجاح الحمد لله كنت اوريدي في المية الاوائل على مستوى العالم في الشطرنج، ورقم واحد في مصر والعرب وافريقيا. ما شاء الله. فكان يعني الدنيا مشجعه بالنسبه لي ان انا اكمل في الشطرنج ككارير يعني. برافو. ده القرار اللي خدته. برافو برافو، هايل هايل هايل. اشكرك اولا واقول لك مبروك اولا برضو دكتور باسم امين لاعب الشطرنج المصري من المانيا وبطل الدوري الالماني للشطرنج 2024.